نظرية التغيير لمنظمة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة. هناك حاجة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود من أجل تحقيق السلام والأمن الإيجابيين والمستدامين. مهمة أنا أتجرأ مكرسة لتعزيز التنمية الإيجابية لدى الشباب من أجل التغيير المستدام. أنا أتجرأ تؤمن بعالم يخلق فيه الناس حلولاً مبتكرة للتنمية المستدامة. تؤمن أنا أتجرأ بأن تغيير السلوك ممكن في الاتجاه الإيجابي من أجل إنشاء مجتمعات مسالمة ومستدامة، وأن الشباب هم القوة الدافعة لهذا التوجه. حددت أنا أتجرأ 3 مكونات أساسية لتعزيز الصمود في المجتمعات، والتي من شأنها تمكين الشباب من القيام بدور النشط في عملية بناء السلام الإيجابي المستدام. أول هذه المكونات الثلاثة هو تنمية الشباب الإيجابية، مع التركيز بشكل خاص على إطلاق العنان لوكالة الشباب من خلال تعزيز مجموعة من المقدرات لديهم: المشاركة، المسؤولية، المبادرة، التواصل، العمل بروح الفريق، المشاركة بالمعرفة، التواصل، الكفاءات، تعلم التعلم، التفكير الناقد، الابتكار، السمات الشخصية، الانفتاح العقلي، الوعي على الذات، الجاهزية الداخلية، الاستقلال الفكري، الاهتمام، التعاطف، الثقة، الثقة بالنفس، التكيف مع التغيير. من أجل تعزيز واكتساب أي من هذه الكفاءات، نحتاج إلى العمل على 3 أبعاد هي الميول، أي المواقف، والمهارات، والمعرفة. العنصر الثاني هو توفير بيئة داعمة لكي يشارك الشباب بشكل فعال من خلال خلق المساحات وتوفير الموارد والأدوات الضرورية لعملية التغيير الإيجابي. يمكن أن تكون هذه المساحات عبارة عن مساحات افتراضية مثل مدونة محور المعرفة للخطاب البديل www.idareact.org، أو مساحات ملموسة مثل السي هاب والديرينج هاب، والتي تعمل أيضاً كمراكز عمل للشباب. يتم دعم هذه المساحات ببرامج ملموسة تمكن الشباب من الحصول على تفاعل نشط ونوعي، سواء من أجل الاكتشاف والتشارك بالأفكار والتجربة والتشبيك وحتى العمل معاً. من أجل دعم عملية تنمية الشباب الإيجابية، يجب أن يكون العمل مدعوماً بتطوير بيئة داعمة وممكنة وتكون محوراً لجهود التنمية المستدامة. في الواقع، هناك حاجة إلى تطوير شامل في منظومة العمل من أجل خلق بيئة داعمة للتحول الإيجابي المستدام المنشود. من أجل تحقيق عملية التعلم مدى الحياة، تم العمل على تضمين نموذج أنا أتجرأ للكفاءات في جميع برامج المؤسسة. العمل بنموذج الكفاءات، والذي يأخذ بعين الاعتبار العديد من المناحي مثل الميول والمهارات والمعرفة وأيضاً السلوك المنشود، إن ذلك بحد ذاته يعد الخطوة العملية التي ستمكن الشباب من الحصول على شيء ملموس يتيح لهم تصميم العملية التعلمية الخاصة بهم مع أدواتها. إن الانخراط النوعي مع نموذج الكفاءات سوف يجعل الشباب ذوي كفايات مع نهاية البرنامج. بل وأكثر من ذلك، ستصبح عملية التعلم مدى الحياة نهج حياة بالنسبة للشباب، مما يجعلهم قادرين على الأخذ بزمام عملية تعلمهم وتحقيق تطورهم الذاتي. ومن خلال التركيز على هذه المحاور، تهدف منظمة أنا أتجرأ إلى تعزيز قوة الشباب حتى يتمكنوا من العمل من أجل تغيير إيجابي طويل الأمد يطمحون إليه.
كن جزءا من التغيير.